حياكم الله من جديد مشاهدينا، وصلنا وياكم إلى فقرة يا هلا. هذه الفقرة جميلة والممتعة اللي رح نتعرف فيها على موضوع حلقتنا لهذا اليوم، الوقاية خير من العلاج في ظل تفشي فيروس كورونا بصورة مستمرة وكبيرة، وهنالك تخوف من قبل الشارع العراقي من تفشي هذا الوباء بصورة كبيرة وانتشاره ما بين صفوف المواطنين العراقيين. لابد أن تكون هنالك بعض الإجراءات الاحترازية والوقائية الأخذ بها من أجل الحفاظ على النسب المتفاوتة من الإصابات خوفا من تفشي هذا الفيروس الخطير كما أصاب باقي البلدان الأخرى ومن ضمنها البلدان الأوروبية المتقدمة بطبيعة الحال. لابد أن نتوقف عند هذا الموضوع وهذه النقطة المهمة. راح نتحدث مع الدكتور حيدر معتز الباحث في الشأن البيولوجي والبيئي. مساء الخير ويسعد صباحك بنفس الوقت، ما طبينا على وقت المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحب أحييكم وأحيي جميع مشاهدي قناة زاغورس الفضائية. حياك الله. بالبداية الأمر بدأ بنوع الخطورة في هذا الوقت الحالي بسبب تفشي هذا الفيروس وانتقاله إلى بلدان كثيرة وخاصة الدول الأوروبية، ومثل ما بديتي بالمقدمة أنه الوقاية خير من العلاج. طيب دكتور، يعني هذا الفيروس خلي ندخل الآن بتفصيلات جدا مهمة. نعم. يعني خلي نتشعب بالموضوع اليوم. صراحة الشارع العراقي على أهب استعداد من قبل المواطن العراقي، التخوف الكبير من قبل الشارع العراقي على أنه إذا ما تم السيطرة على هذا الفيروس سيتحول إلى وباء وممكن أن يصيب الجميع. مدى خطورة هذا الموضوع؟ وهل اليوم الحكومة العراقية قادرة على أن تسيطر على هذا الموضوع بالحقيقة وبكل صراحة؟ لأن المواطن دا يتساءل وإحنا كلنا نتساءل. أكيد بعد تصريح وزير الصحة العراقي البارحة يعني أنه أبعث كثير من الرسائل إلى رئيس مجلس النواب، بعث رسالة إلى رئيس الوزراء أنه يطلب أموال لكي يستطيع إيقاف هذا التفشي فيما إذا زادت عدد الإصابات في العراق. يعني لحد الآن الحالة مسيطرة عليها في العراق من ناحية الزيادة في أعداد الإصابات في الوقت الحالي. الموضوع يخرج خارج مصابين فعليا أم البعض منهم مشتبه بهم؟ لا، عنده ظهور الأعراض على أي شخص، على أي شخص يؤخذ من عنده مصل من الدم أو خزعة من اللعاب حتى يفحصوا مختبريا، بعد ذلك يظهر أنه مصاب أو غير مصاب. طبعا. إذا مصاب يبقى تحت الحجر الصحي مع أعطاه العلاج حسب الحالة السريرية للمصاب. يعني في بعض الأحيان تفشي الفيروس في الجهاز التنفسي ويلعب دور كبير في الخلايا الطلعية للجهاز التنفسي، هذا حالات حرجة إلى توصل إلى الفشل الكلوي والفشل والتهاب الرئوي ومن بعدها الفشل الكلوي. هذه الأمور لحد الآن بعيدة، إلا إن إصابات صارت في حالة وفاة إلا في كبار السن بسبب عندهم أمراض مزمنة مثل الارتفاع ضغط الدم والسكر والكانسر لا سمح الله. هذه الأمراض تكون هذه الأعمار تكون الجهاز المناعي إلها ضعيف جدا. صح. بالإضافة دخول هذا الفيروس ويلعب دور خطير في الجهاز التنفسي يفقد الجهاز المناعي قدرته على مواجهة هذا الفيروس عند دخوله. لكن الأعمار البقية والأطفال لحد الآن ما مسجلت إصابات. الرقم يخوف لحد الآن، يعني كل 100 إصابة مقابلها 10 حالة وفاة. هذا رقم يعني نقف عنده حتى تكون إجراءاتنا الوقائية استباقية أكثر من اللازم، لأن في إيطاليا كانت عدد الحالات المصابة مثل عدد الحالات الموجودة الآن في العراق، لكن بعد أسبوعين ازدادت إلى 20,000. وما دعا أن وزير الصحة يعلن عن بدء خطة الطوارئ إذا ازداد عدد الإصابات. المبلغ اللي طلبه رئيس وزير الصحة أعتبره مبلغ وقائي لأجر الوقاية، يعني لأن أعتقد أنه استنفذت الأمور الوقائية في حالة إذا ازدادت الأعداد. يتطلب أعداد كثيرة من إجراءات كثيرة، مستلزمات صحية طبية لأجل درء تفشي هذا الوباء. نعم. وانتشاره بين المواطنين. نعم. أنت ذكرت بالنسبة لحالات الوفاة للناس المصابين بالفيروس تكون
من بين كل 100 شخص 10 اشخاص. نعم. في حين في باقي الدول انه من بين كل 100 شخص شخصين الى ثلاثة. نعم. 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 يعني سبب هاي الحالة يعني بسوء الحظ انه الاشخاص اللي صابوا بالعراق هم كبار العمر والجهاز مثل ما ذكرت جهاز المناعي يكون ضعيف وما ادى الى دخول الفيروس وتفشي في جهاز التنفسي يعني بالاضافه الى لحد الان لم يتوفر علاج. يعني العلاج الموجود انه ارتفاع درجه الحراره خافض حراره او موسع للقصبات الهوائيه او الجهاز التنفسي حسب الحاله السريريه اللي يوصل اليها المصاب. اذا يعني حاله حرجه صعبه علاج. نعم. زين ليش النسبه تكون 10%؟ ال10% الى 100 مصاب حاله وفاه 10 يعني من كل في العراق فقط. قلنا في باقي الدول في باقي الدول, الدول تكون باقي الدول حالات الوفاه باقي الدول. نعم باقي الدول يعني تلقى حالات اصابه 80,000 لكن مثل 2000 وفاه عندهم او 5000 حسب حسب الحاله. بس احنا بالعراق حاليا ال100 و110 حالة مقابلها 10 وفاة. يعني هذا الرقم اللي خوفنا يعني الكوادر الصحية المؤسسة الصحية بالعراق يعني خافت من هذا الرقم. نعم. أنت ذكرت لي أنه النسبة تختلف طبيعة الفيروس متكون. زين هو نفس الفيروس اللي يدخل الجسم الإنسان العايش خارج العراق دي يدخل الأجسام هنا. نعم. تمام. هل تكون طبيعة الفيروس خارج البلد مختلفة عن طبيعة الفيروس داخل؟ لا اكيد نفس الفيروس. نفس لكن الفيروس. لكن الاجراءات الوقائيه تتبع النظام الصحي في باقي البلدان يختلف عن النظام الصحي في العراق. يعني اكو نظام اكو حداثه اكو تطور البيئة طبعاً اكو تأثر. اكيد البيئه احنا بيئتنا نقية ملوثة بيئتنا يعني تحتاج لها الى اعاده ترتيب البيئه. بيئتنا مو نظيفه 100% يعني الى حد الان نتراوح بين 20% 10% هذا بيئه العراق. يعني تلوث صناعي تلوث المولدات الكهربائيه انبعاث الغازات السامه كلها تساعد على كلها تساعد اكيد اي مؤثر يؤثر على الجهاز التنفسي حتى شرب الارجيله تدخين السيجاره كله يؤثر على الجهاز التنفسي لان هذا الفيروس يلعب دور كبير بالجهاز التنفسي فعلا. يعني اي شيء يؤثر على الجهاز التنفسي هو راح يزيد من قوة الفيروس على مهاجمة الخلايا الموجودة في الجهاز التنفسي. طيب اليوم نعم. يعني لما نتحدث عن البلدان الأوروبية من ضمنها الولايات المتحدة أعلنت حالة الطوارئ. نعم. وحتى بريطانيا وباقي الدول. لكن قبل ما أدخل بالسؤال خلي نجاوب أحمد من بغداد اتصل بنا. نعم. مرحبا يا أحمد. نعم أحمد تفضل. صباح الخير. صباح الورد يا أهلا أحمد. اليوم شلون نشوف الأوضاع القائمة في بغداد وباقي المحافظات العراقية الأخرى في ظل إعلان حالة الطوارئ بسبب تفشي فيروس كورونا؟ شنو الإجراءات اللي أنتم اتخذتوه يعني اتخذتوها كمواطنين بخصوص الوقاية بخصوص موضوع اختلاطكم مع الآخرين حتى داخل البيت أنتم كعائلة؟ نعم بالبداية يعني طبعا إجراءاتنا إجراءات المواطنين بصورة عامة وإجراءات العوائل العراقية الصورة خاصة هي أفضل بكثير من الإجراءات الوقائية اللي اتخذتها وزارة الصحة أو الحكومة العراقية. الحكومة اليوم جدا ضعيفة. المستشفيات يعني غير مؤهلة أصلا لاستقبال هذه الحالات. يعني إحنا نشوف أنه أكو ضعف كلش كبير من قبل الدولة. يعني ما شفنا أنه الدولة ساهمت. يعني الدولة أصل شيء سيارات اللي الحوضية اللي كانت ترش المتظاهرين بالماء الحار هاي يقدرون يستغلوها ويرشون نفس الماء الحار ويقدرون يعقمون الشوارع بها على مود لتفشي المرض. يعني انتم تعرفون انه اي حرارة واي بخار حسب بالدول المتقدمة السيارات الحوضية المصاحبة يقدرون يدفعون بها المياه بصورة متدفقة اعلى حتى يحافظون على الشوارع العامة ويحافظون على المدارس الأسواق الملاعب كذلك. نعم. مثلا المجمعات السكنية. بس احنا اليوم نشوف وزارة الصحة ما انطتنا يعني حتى سبوتات إعلانية مثلا موزعة بالقنوات الفضائية قليلة جدا ماكو توعية إلا الفاس وقع بالرأس وشغلة ثانية للأسف وزارة الصحة نفسها ودائرة صحة بغداد أو الرصافة أو المحافظات ما تفهم القيم الحقيقية زين. يعني مثلا على سبيل المثال الباحة حالة اكتشفوها عندنا في بس ماية. تمام. في بس ماية اكتشفوا انه من اكتشفها المواطنين لو وزارة الصحة؟ خلينا نتوقف عند هاي النقطة ونحكي بصراحة من اللي اكتشف؟ مو وزارة الصحة المواطن نفسه بعد عودته من ايران بعد يعني عاد من ايران بداية هذا الشهر
زين. البارحه يلا البارحه يلا من بدت الاعراض تبين عليه ها راح دار المستوصف الصحي القريب على بسماية، اكتشفوا انه يعني اللي عفوا داخل بسماية المستوصف اكتشفوا انه فعلا حرارته مرتفعه. انتقل المريض الى احدى المستشفيات القريبه. اتفاجئنا اليوم ها انه التحاليل طلعت زين. هو البارحه دخل، انا اللي ادري بي والمشاع ايضا انه المواطن اللي يظهر باعراض الفيروس اقل شيء ينفجر، وما دام هو جاي من الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه الله لا يوفقهم ها اللي بس ينشر علينا امراض الاوبئه جاي منك، فمعقوله انه مده الحجز هي 14 يوم زين. معقوله انه يعني اليوم طلعت التحاليل؟ هل اكو كذب؟ طيب احمد اكيد يعني اكو تقصير من قبل الجهات المسؤوله على انه اليوم يكون مشرف يعني من قبل المطارات على الاشخاص الوافدين. اذا وزاره الصحه وزاره الصحه هسه العملية مشتركة، احنا لا نلوم وزارة الصحة ولا نلوم وزارة الداخلية ولا وزارة الدفاع، العملية مشتركة. شكرا لك يا احمد. اليوم احنا لما نحكي اليوم احنا لازم نكون ايد واحدة، الداخلية والدفاع والصحة وباقي الوزارات كلها لازم تكون معنية. صح. الوافدين من المطارات اوقفهم واحجرهم، من اللي جاي من الدول المصابة بالتالي اتخذ هذه الاجراءات ومن بعدها وزارة الصحة تستلم زمام الامور. خلينا نرجع نتحدث مع الدكتور. دكتور اليوم احنا اذا ما التزمنا بطرق الوقاية والعلاج التعقيم وما شابه ذلك من الأمور الأخرى الواجب علينا والواجب على الجهات المعنية والحكومية أنه تلتزم بها، لا سمح الله ممكن يصير وباء. لذلك احنا نشوف يعني قبل قليل تحدثت الولايات المتحدة أعلنت حالة الطوارئ وبريطانيا وباقي الدول الأخرى، واليوم المحافظات العراقية أعلنت حالة الطوارئ، حضرت جوال في مدينة أربيل وممكن حتى بتهوك وباقي المحافظات الأخرى. هذا الموضوع ممكن احنا نسيطر عليه من خلال اعلان حاله الطوارئ والاستمرار بعمليه التعقيم والتعفير لباقي المدن؟ نعم، عمليه التعفير تكون لمنطقه موبوءه واتسعت رقعه الاصابه بها. يعني المنطقه الموبوءه عند تعفيرها يجب ان تغلق. نعم. تغلق ومن ثم تعفر حتى تكون غير ملوثه بالفيروسات. من بعدها لا يصح انه يرجع الموظف يداوم او الـ 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 العسكري اذا روح دائرته يداوم، اي موظف اي شخص ما يصير يدخل هذه المنطقه الموضوع بعد تعفيره. لكن نلاحظ احنا طبيعي حاله يعني المواطن يراجع الدائره حكوميه مؤسسه حكوميه بعد تعفير هذه الدار، او الموظف متواجد على مكتبه ويعفر هذا المكان. هذا الموضوع بنوع عدم الصحة يعني بالموضوع، لأن التعفير يجب أن يكون لمنطقة موبوءة بالكامل، موبوءة مؤسسة صحية أو دار حكومية أو بناية حكومية أو أي رقعة جغرافية اتضحت به أو أصيبت بهذا الوباء يجب أن تعفر وتغلق. نعم. ويعزل سكانها لأجل الحجر. نعم. الصحي في حالة تأخذ التعفير مثل ما ذكرت. نعم. كإجراء وقائي. أكيد إجراء وقائي، لكن أنت ما معروف الاصابه لحد الان. ما احنا نقول يعني احنا اليوم بنستبقي الاحداث وهي يعني احنا عمليه التعفير مو ضدها، بالعكس معاها، لتجنب انتقال الفيروس بسرعه كبيره. نعم. لتجنب وجود محتمل وجود فيروس على الاسطح. وجود فيروس يعني محتمل للناس سبب، لان اصاباتنا غير محدده لحد الان، اصابات منتشره لحد الان، بعض المواطنين غير واصحين عن اصاباتهم او يعني محتمل يخافون من التعرض للحجر الصحي وهاي الامور والذهاب لغرض الفحص مصل الدم. هاي الامور راح تخلي المواطن اكثر استعدادا لعدم تفشي الفيروس، مثل لبس الكمامه، القفازات، هاي الامور جنبه تفشي وانتشار الفيروس. ذكرت القفازات والكمامات انه انا يعني انا سمعت انه القفازات والكمامات ما لها اي تاثير على يعني اغلب الاطباء تحدثوا قالوا انه الكمامات والقفازات ما لها اي فائده. منظمه الصحه العالميه اقرت يعني لتجنب التعرض للفيروس او انتقاله للمواطن انه تجنبك تلبس الكمامه. شو وقت تلبس الكمامه؟ اكو اوقات مناسبه، يعني تم رحت الى مركز للتسوق مختط بالسكان او جذاب بشري سكاني، هذه المجموعة مجهولة الهوية من ناحية الإصابة بالفيروس غير معلومة. يعني أنت اليوم السوق باكتظاظ سكاني، رحت تسوق
متى اعرف يا شخص لا سمح الله مصاب بالفيروس؟ ممكن صارت عنده عطاس، انتقل الرذاذ قريب علي انت بجانبه في محل واحد، او لمست حضرتك سطح مكشوف وبعدها مساحه عينك او الفم او نفس القفازات. القفازات اوكي تحميه اكيد، بالاضافه انه الجل الكحولي احنا نستعملها ودائما اكيد طبعا لها فوائدها مستحيل نستغنى عنها. طيب كل اوقات طيب يعني. عزوز روح استطلع. اي زميلنا ياسر اوكي انت بهذا الاستطلاع بعدها راجعين وياكم. على كل الاخوه العراقيين لا يتخذون هذا المرض ويجاهلوه، لان هنالك امراض يسموها عدوى التنقلية. هذه العدوى اللي تدخل إلى البلد عن طريق المسافرين، طبعا لازم يكون فحص جيد لهم ويكون درجة حرارتهم أقل من 40، وعلى وزارة الداخلية ووزارة الصحة التكليف بهذا الموضوع لحماية المواطن. أساليب انتقال الفيروس قالوا عن طريق المطاعم والأماكن المزدحمة، ونسوا في النقطة كلش مهمة انه احنا بالعراق عندنا وسائل الدفع نقدا، انه العملة نعم. العملة انه كل تلامس كل الكل، يعني اي مصاب مجرد انه انا مصاب مثلا لمست النقود اللي عندي الفلوس عندي حسابتي انطيت طيت كروة مال سيارة او طيت حساب مال مطعم او اي حساب مال صيدلية نعم. فهذا يعني المقابل راح يستلمها راح يوصل للفيروس. هاي يعني للاسف انه جدا ما انتبه لا وزارة الصحة ولا خلية الازمة، انه يجب يكون دفع الكتروني او بالفيزا كارد نعم. يعني اتمنى انه تطبق هاي الفكره. بالنسبه لي بالنسبه لهذا الموضوع انه دا اشوفه مو انه موضوع تهويل وصار تخويف اكثر من اللازم، يعني حتى ماكو اجراءات القويه اللي اتخذناها في سبيل حامي نفسنا من هذا الموضوع. يعني دا اعتبره انه شلون اشاعه، اكو ناس هوايه مبالغه بهذا الامر، يعني هي على مستوى العالم انه صح واذى هوايه بلدان هاي، بس احنا كالعراق اكو حالات نادره صارت فيه. الافضل انه يعني شلون واحد يتخذ وقايه تندل انت هذا مرض وهاي، الافضل انه كمامه مثلا كمامه او جفوف، يعني عدم الاختلاط، الكوفيات، المطاعم اللي تصير بيها هوايه مثلا ناس جمهور هوايه، فواحد شوي يبتعد عنها. شكرا الى زميلنا ياسر. طبعا الاستطلاع كان جميل ولاحظنا انه اراء مختلفه من الناس بخصوص هذا الفيروس. دكتور قبل ما اسالك خلينا ناخذ اتصال هاتفي. الو الو نعم الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بالرحمه ممكن احكي مع الدكتور لطفا؟ اي نعم الجو لك. دكتور السلام عليكم، شلون الصحه؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بك. يخليك يا رب يسلمك الله. دكتور يعني انا بس يعني احاول انه اوجه فد ملاحظه انه احنا من ناحيه التثقيف بالنسبه لعوارض المرض، لاكثر من طبيب يحكي عن مساله الحضانه، حضانه المرض، عن مسألة دخول شلون احنا نقول دخول التعثير، يعني من حالة لحالة، مرة يقول لك القفازات مو مهمة، مرة يقول لك الجل مو ضروري، مرة يقول لك لا الكلور أحسن، مرة يقول لك ها الحجر أفضل، مرة طيب. سؤال آخر ربما يكون بشقين أو أكثر، هل ممكن أنه إذا كان مسألة خلينا نسميها العزل بالبيت أو أنه ممكن تقعد العوائل فترة مثل الانذار، حالة الانذار اللي حكينا عنها، يعني هذا الفيروس بغضون ايش قد ممكن انه ينتهي تماما حتى العوائل تتحمل هذا الموضوع، تعرف مو كل مثقف من هذا الجانب واسفل الاطاله يعني. لا بالعكس. بالبدايه عمليه التعفير بالبيت مهمه، يعني هي من اولويات. شكرا على الاتصال. ما عرفنا اسمها احنا. مهمه عمليات التعفير بالبيت خاصه الربات البيوت، يعني هي من جزء من اولياتها هي تنظيف البيت، اكيد العادات اليوميه المتعارف عليها تنظيف البيت، السجاد، الاسطح المكشوفه. لكن بهالفتره اكيد راح تستعمل المعقمات الضروريه، ونوضح للمعقمات شلون تستعمل القاصر، تخلي قدح من الماء الفارغ، وثم يعني تسوي عمليه مزج بتسعه اقداح من الماء
تصير عملية غير مكلفة أنه تشتري من الخارج، وبعض الجشع المتواجد لازم القاصر يكون موجود؟ نعم، هو أي معقم أو الديتول أو سبيرتو، أي معقم مطخر يقتل الفيروس، يفي بالغلط يعني، يفي بالغلط الموضوع في حالة إذا وجود فيروس. إحنا أنا إذا نظف مكان ما بفيروس يعني هاي وقاية، يعني إحنا صدد الموضوع كله في إجراءات وقائية. يعني أنا ألبس كمامة اليوم أنا يقي نفسي، مو شرط يعني أنا بيتي الجو ماتي ملوث، مو شرط أنه أنت يوجد فيروس بالجو حتى أنا أقي نفسي، ألبس القفاز بنفس الحالة. يعني صح عادات مثل ما تحدثنا قبل الفاصل، عادات العفو غير طبيعية، غير طبيعية. يعني إحنا ما متعودين نلبس كمامة أو نلبس قفاز، لكن هذا الوقت لا نستهين بهذا الموضوع، لأن فيروس قاتل قاتل، وبنفس الوقت ما نخاف منه لازم. نعم لأن إحنا متوقين نفسنا ومتجنبين التعرض إليه. نعم دكتور، بالحديث عن الإجراءات الوقائية، نعم. طبعا لاحظ أنه أغلب الناس بالشارع العراقي متشوشة أفكارها خصوص طبيعة هذا الفيروس، خصوصا أنه يقول لك الفيروس يعيش على يعني يعيش مثلا على جلد 4 ساعات، ناس تقول يعيش 4 دقائق، ناس تقول يعيش 4 أيام، أكو ناس تقول هم أنه مثلا بدرجة حرارة 30 يموت أو 57 يبقى عايش، بال 57 يبقى عايش. يعني بس أريد نعرف أنه هذا الفيروس شنو طبيعته؟ مبهم السلوك، فيروس مبهم السلوك لحد الآن، سلوكه ما معروف إذا داخل الخلايا أو داخل الجهاز التنفسي أو خارج، مبهم السلوك لحد الآن. لم يصاب شخص يعني عند تعرضه أو أثبت بالدليل القاطع أو علميا أنه أثبت عن طريق لمسة سطح مكشوف معرض للفيروس من ثم انتقل الفيروس. يعني انتقل من شخص إلى آخر فقط، هذا يعني إحنا نقول ساعتين مثلا يبقى على سطح المكشوف، وممكن يبقى الى 9 ساعات، يعني ما وقت محدد له، لكن المتعارف عليه حسب السلالات القديمه للفيروس هي السارس والميرس انه الى 9 ساعات يبقى اكتيفيتي على السطح الموجود عليه الفيروس. هذا حتى واذا مثلا عقمنا المكان او تعرض درجه حراره عاليه، لا اكيد احنا نعقم المكان قبل شوي طرحناه، اذا تعقم المكان اذا موجود فيروس ماكو فيروس هو منتهي الموضوع هذا. بالعكس هاي اجراءات وقائيه جيده، ارتفاع درجات الحراره وانخفاضها لحد الان لم يثبت علميا انه ارتفاع درجه، بعضه يقول الى درجه 57 يبقى فعال اكتيفيتي تحت درجه اشعه. خلينا ناخذ اتصال لانه كل مواطن عراقي له حق اليوم انه يشاركنا بهذه الحلقه. الو منو يعني؟ اوكي انقطع الاتصال، اكيد نتمنى تعودون الاتصالات مره اخرى بنا عبر الارقام الظاهره اسفل الشاشه، ونرجع نتحدث اكثر مع الدكتور بطبيعه الحال عن الاوضاع اليوم اللي احنا نمر بها. بالحقيقه اليوم ما شاء الله يعني صار اكو وعي جدا من قبل المواطن. نعم اكو تثقيف صحي، كنا صح نفتقد للتثقيف الصحي المواطن. يعني ويستهين كلمه فيروس، شنو معنى فيروس راح يدخل جسمي انقتل انا اتوفى انا، ضد هذا الموضوع. انا كنت يعني اقاوم اذا مفخخه صارت امامي، طبيعي الامور، انا فيروس صغير الحجم لا يرى بالعين المجرده ممكن يدخل جهاز التنفس يقتلني. لكن نرجع نقول اجراءات الوقايه مهمه جدا، مهمه جدا حتى نبتعد عن هذا الفيروس وما يستطيع يدخل جسمنا. نعم دكتور خلينا ناخذ اتصال هاتفي. الو منو يانا؟ السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم أبو محمد. حياك الله أبو محمد. ممكن أسأل دكتور؟ أكيد وياك. نعم تفضل أخ أبو محمد. مساء الخير دكتور. مساء النور والسرور، أهلا وسهلا بك. دكتور أنا عمري 68 سنة. أهلا وسهلا بك، طولت العمر إن شاء الله. أنا أتابع كل الدكاترة اللي يطلعون على الشاشات. نعم. يقولون أنه هذا المرض بس يصيب اللي أعماره كبيرة. أنا نعم. أعرف إنه شلون العلاج؟ لأن هاي شوية عندي ضغط وعندي سكر. نعم. أريد أعرف ممكن هذا إله عامل أساسي إنه بهذا المرض؟ نعم أخي أبو محمد، الأعمار الكبيرة اللي أمراضهم مزمنة كالسكر وضغط الدم والكانسر لا سمح الله يكون أكثر عرضة للإصابة بهذا الفيروس. أكثر عرضة لأن ضعف الجهاز المناعي يسهل للفيروس من دخول الجهاز التنفسي. هذا الشيء، لكن إذا جهاز المناعي أوكي شغال أكتيفيتي فعال ماكو مشكلة، هذا الشيء راح يبعدك. نعم أكيد أكيد، إحنا إجراءات الوقاية ذكرناها وأسلفت عنها قبل قليل ونعيدها إن شاء الله لحضرتك حتى تكون تتجنب
هذا الفيروس. نعم شكرا لاتصالك أبو محمد. أبو محمد جدا خايف ومتوتر من طبيعة الوضع اليوم. طيب دكتور خلينا نتحدث عن العامل النفسي اليوم. نعم. أي مرض وأي أزمة ممكن تمر علينا بحياتنا نتجنبها عن طريق العامل النفسي. إذا احنا تجاوزنا هذا الموضوع بقوة وبإرادة أكيد راح نقضي عليه. اليوم الصبح يعني أثناء توجهي إلى مقر العمل شاهدت زخم جدا عالي من قبل المواطنين على وفودهم على الأسواق والتبضع بصورة مخيفة ومرعبة. نعم. اليوم قناة سكاي نيوز نقلت لنا جولة وتقرير عن ما يدور حول العالم من خلو الأسواق العالمية من البضائع، والبعض من عندهم ممكن هم لازمين سروات ولساعات طويلة جدا حتى يتبضعون. العامل النفسي له دور جدا مهم بالقضاء أيضا حتى على مختلف الأمراض. كيف نحفز اليوم أنه إحنا كنفسيا نتقبل هذا الموضوع باتخاذنا للإجراءات الوقائية دون ما نعيش بقلق وتوتر مفرط؟ نعم الفيروس كورونا المستجد الكوفيد 19 حدث جديد، يعني منتهي من عندي. أي حدث جديد يصير بأي دولة بأي عالم، وخاصة بعد ما تصنفه منظمة الصحة العالمية بأنه وباء جائح بانديميك، يعني صار ذعر وهول إعلامي حول هذا الموضوع، وكالات مزيفة صحيحة تنقل أخبار لحد الآن لم يثبت علميا ما ارتفاع درجة الحرارة طرق، لكن نلجأ إلى منظمة الصحة العالمية بإجراءات الوقاية وتعليمات السلامة والصحة كيف نتخذها. بالإضافة حالة الجشع اللي أصبحت بداية تفشي الفيروس عن طريق زيادة السعر، كمامات نعم، الجل الكحولي الكحول الإيثيلي كلها ازدادت أسعارها بسبب جشع بعض التجار يستغلون يعني هاي الفرصة. حتى الازدياد ما صار فشي بسيط، إن الازدياد صار أضعاف أسعارها ثلاث مرات. لاحظنا بهالفترة سعرها 12000 دينار. نعم بهالفترة قلت يعني قلت الناس صارت يعني ما تلجأ للصيدلية، لأن تعرفوا هذا أبو صيدلية جشع في هذه المادة. انتظرت فترة الآن انخفض الأسعار. احنا ما نريد نقول الكل، لا أكيد بعض الناس يعني الأغلبية يعني الله نطلق على الأغلبية ناس طوها بالمجان. أكيد طبعاً فترات من الأوقات تعطى المجانا يعني، وكثير من المواطنين يتبرعوا بمبالغ نقدية حتى يكون شكر لها أكيد المساهمة. فهذه الإجراءات الجشع اللي يحدث بها الباحانية من حالة حظر تجوال راح يصير غدا عند 11 مساء. أكيد الإنسان حظر تجوال راح يفكر أنه بعد ما أقدر أنا لازم أسوق للبيت من أمور حتى لا ما أخاف ما أقدر أطلع. لاحظنا يعني من البارحة الناس بدت تلجأ للسوبرماركتات تلجأ للتلاجو. نعم حتى غدا من البارحة أنا كنت يعني في إحدى القنوات الفضائية صعب الطريق إلى الوصول للقناة لأن ازدحام على أحد الماركتات. صح. يعني هاي الحالة يعني مواطن هو حرية شخصية أنه يسوي بأي وقت، الشيء صار لكن أنه طبعاً تأخذ كمية أكبر من اللازم. صح. حتى توفرها المواطنين الآخرين همنا حتى يستفادون من هاي العملية العملية الحظر تجوال. دكتور نرجع على العامل النفسي. نعم. يعني هاي النقطة جدا مهمة اللي هي ذا تلعب دور بحياتنا. نعم اليوم ممكن نسيت هذا نسينا العامل النفسي. العامل النفسي كلش على مناعة مهم الإنسان. أكيد يزيد العامل النفسي إذا كنا مرتاحين ونسمع أخبار مفرحة. يعني أنا لا سامح الله إذا واحد مصاب وقال لك أنت أوكي اليوم درجة حرارتك انخفضت، العامل النفسي راح يزيد جهاز المناعي بحيث يفرز هرمونات تريح الإنسان والجهاز التنفسي للإنسان ينعش بحيوية جيدة خلال هذا اليوم. تكلمت عن العامل النفسي، طبعا عندي واحد من أصدقائي أنه هو مهوس انه انا مرضان، يعني البارحه قاعد يعني قاعدين انا اسوي يفكر انه متعرض يفكر للاصابه، يفكر انه هو متعرض للاصابه. البارحه راح سوى تحليل، يقول انا راح اسوي تحليل. اي يعني هذا ذعر، هذا ذعر هوس متاثر يعني، سلبا على حالته. سلبا على حالته ما يتاثر، لكن انت شوف الجهاز المناعي شلون ارتفع بعد السلام نتيجه التحليل وظهر ما هو صاب. هو اكيد راح يرتفع الجهاز المناعي نتيجه سماع خبر سار بأنه نتيجة التحليل صحيحة ما بها أي مشكلة أو معرض الإصابة، ارتفعت الحالة النفسية وزاد الجهاز المناعي ورجع الحياة الطبيعية، واحتمال ما لبس الكمامة والقفاز ما احتمال يعني. ولكن إجراءات الوقاية نحب نكررها مهمة جدا، يعني أنه تلبس الكمامة ولا تستهين بالموضوع. يعني أكو بعض مو الكل بعض المواطنين بيستهينوا بهذا الموضوع،
انه ما البس قفاز، ما استعمل جل كحولي حتى اقي انظف ايدي، ما اغسل ايدي، ما انظف المكان اللي اعمل به اني، هذا امور لازم تكون على درجه من الوعي خاصه في هذه الفتره. نعم. طيب دكتور، اكيد احنا دائما راح نكون مع مشاهدينا بحلقات يوميه عن طبيعه الوقايه والارشادات. نعم. شكرا لتواجدك اليوم ويانا، نورتنا ونورت مسامع مشاهدينا بهذه النصائح. تحياتنا لك. شكرا لك. اذا